السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناة السومة تيفي. اليوم نقدم لكم طريقة إعداد مائدة مغربية 100% رائعة وخفيفة وجد بسيطة، اللي يمكن لكم تحضروها كوجبة غداء أو عشاء مع الأهل ديالكم باش تفكروا شوية أجواء العيد أضحى الرائعة اللي ما كنسخوش بها، أو يمكن لكم تحضروها للضيوف ديالكم علاش لا، واللي غيكون فيها طبق رئيسي ديال قطبان الشواء مع البصل والطماطم شويين ايضا وخبز البطبوط وسلطة الارز مع بطاطس صحية في الفرن زائد عصير تفاح وليمون حامض. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نحضروا قطبان الشواء. اول حاجة خديت 2 كيلو اللحم ديال القطبان مقطع قطع صغيرة، ماشي ضروري ديروا اللحم الغنمي او البكري، يمكن لكم ديروا الدجاج او ديك الرومي، فالتوابل كتجي مع اي نوع من اللحوم. من بعد ضفت عليه قزبر ومعدنوس وبصلة مقطعة الى قطع صغيرة، ثم اضفت التوابل اللي فيها كمون والملح وفلفل اسود وسكنجبير فلفل احمر وكركم اللي هو الخرقوم البلدي وقزبر يابس، والاضافه اللي زدت في التوابل باش جاوب طعم مميز ورائع مختلف مع المعتاد اللي كنديرو دائما هو الازير وزعتره. ثم ضفت نصف كاس زيت وعصير نصف حامضه وثلاث فصوص من الثوم. باش ما نطولش عليكم الفيديو نحاول نلخص لكم شويه، ولا بغيتوا المقادير مبسطه غنخلي لكم روابط اسفل الفيديو ديال كل وصفه. المهم بعد ما ضفت العناصر للحم خلطتهم مزيان ووضعتهم في علبة اللي عندها الغطاء ديالها وسديت عليهم ووضعتهم في الثلاجة على الأقل 3 ساعات، ومن الأحسن توجدوهم قبل بليلة باش يشربوا التوابل ديالهم مزيان، ثم ندوزو نحضروا الخبز أو البطبوط المغربي. بالنسبة للخبز أنا خدمت بكمية قليلة فيها 250 غرام دقيق الأبيض، 125 غرام دقيق القمح، وملعقة صغيرة خميرة الخبز، وقليل من الملح، وملعقة كبيرة زيت المائدة أو زيت الزيتون، وانتوما غضعفوا المكونات حسب عدد أفراد أسرة ديالكم. أول حاجة غندوب الخميرة والملح بقليل من الماء دافئ ونضيفهم على الدقيق يكون مغربل من قبل، ونجمع المكونات بالماء الدافئ حتى نحصل على عجين لين. بعد ما كندلكوا العجين مزيان كنغطيوها وكنخليوها ترتاح شويه، ثم كنقسموها الى دوائر متوسطه الحجم ونبسطوها بايدينا وحنا كنرشوا بالدقيق باش ما كتلصقش لينا العجين بهذا الشكل، ونغطيهم بمنديل ونحطوهم في مكان دافئ حتى يخمروا. اول حاجه دارها ليا اياد وهي الخبز اللي حطيت باش يخمر مشرمه ليا وعاودت قرصته من جديد وخليته يخمر وعاد طيبته. يلا ندوزو نحضروا العصير. غنحتاجو 3 تفاحات كبيره او 6 صغيره وليمونه حامضه، نزولو ليهم العظام فقط ونخليهم قشورهم، نقطعوهم قطع صغيره ونضعوهم في طنجرة مع نصف لتر ماء ونحطوهم على نار متوسطة حتى يتسلقوا مزيان، ونخليه حتى يبرد ونطحنوه في الخلاط الكهربائي مع إضافة نصف لتر ماء وسكر حسب الذوق. ثم كنصفيهم في صفاية وندخلوهم الثلاجة يبرد وندوزو نحضروا الرز. بعد ما سلقت الرز وصفيته خديت مقلاة وضعت فيها بصلة وفلفلة حلوة قطعين مربعات صغيرة، وضعتهم فوق نار مهيلة وضفت عليهم زيت الزيتون وجوج فصوص ثوم، شحرتهم قليلا مع التحريك وضفت عليهم توابل اللي فيها ملح وإبزر وكركم كمون، دائما كنكثر من الكمون حيت كيعطي لذة زوينة بزاف، ونزيد قزبر ومعدنوس، ومره مره كنضيف قليل من الماء باش ما يتلصقوش حيت جهدت البوطه شويه ما خليتهاش ناقصه كيف الاول. كنبقاو نحركو حتى كتولي المرقه خاطره ونزيدو عليهم الزعتر، وانا ضفت
قليل من ضويمه ديال الدجاج، اللي يحب يديرها يديرها. ثم زدت عليهم الارز مع التحريك المستمر حتى كيشرب هذيك التوابل مزيان، ونزولوه من البوطه وندوزو نحضروا البطاطس. عندي بطاطس صغيره سلقتها وقطعتها الى نصفين بعد ما زولت ليها القشره، وعصير نصف حنطة، وقزبر ومعدنوس، وثلاث فصوص ثوم، وربع كأس زيت الزيتون. كنخلطوا هاد المكونات، ندوزو فيهم البطاطا ونستفوها في المول، وندخلوها الفرن حتى تحمر، ونرجعوا القطبان اللي وضعناهم في الثلاجة، نقادوهم في القطيبات ونحطوهم جانبا حتى نكملوا كل شيء نقادوه. عاد نشويهم باش نحطوهم سخانين، او تعطيهم لزوج ديالك او احد افراد منه او احد من افراد العائله ديالك يتكلف بهم، وانتي توجدي المائده ديالك. بعد ما قطعت البصل والطماطم الى دوائر كنشويهم هو الاولين، عاد نديرو القطبان وندوزو نحضروا الاطباق اللي نحطو في المائده. هنا زوقت الارز مع البطاطس بهذا الشكل، وضعته في زلافة وضغطت عليه بملعقة، وقلبته في الصحن اللي غنقدم فيه، وحطيت البطاطس بالجنب ديالو. صافي مني وجدت كاع الأطباق كنبدا نحط في الطبلة. ندوزو نشوفو كيفاش حضرت الطبلة، وشوفوا معايا شنو كان كيدير ليا إياد المبارطين. نتمنى تكون عجباتكم الحلقه ديال اليوم، وسمحوا لي كان صوتي شويه مبحوح حيت ضرب من البرد. فكانت هذه هي المائده اللي وجدت معكم، نتمنى تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لايك وبارطاجيو مع صحابكم، وغنكون جد سعيده الى خليتوا لي شي تعليق اللي فرحني. واللي جديده عندي ضغط على زر الاشتراك والجرس باش يوصلها كل جديد. وشكرا لكم، الى اللقاء في امان الله.